ليس الأبناء فقط وحتى البنات البنات جميعهم يدرسون في الجامعات خارج أفغانستان. والسؤال الذي قلته أن بعضهم يقيمون في الخارج، بل أغلبيتهم يقيمون في الخارج وأولادهم يدرسون، بناتهم وبنينهم، ونحن نشجعهم ونحن لا نستنكر هذا الأمر. أنا أذكر حتى هناك كانت لقاء من CNN مع أحد مسؤولي طالبان وهو المتحدث الرسمي السيد شاهين، قال أنت بنتك تدرس في قطر وفي جامعة، فقال نعم هي محجبة. وهل للمرأة الأفغانية، سيد مشاري أنت تعرف نعم أفغانستان جيدا، وهل هناك مرأة أفغانية غير محجبة أبدا سواء كانت جمهورية أو غير جمهورية؟ هل هناك المرأة أفغانية تصرع إلى الفواحش؟ وأذكركم بنقطة أخرى إن لم أتأخر، معالي الوزير شيخ نداء محمد وزير طالبان قال من أسباب منع تعليم المرأة من الجامعات، قال موضوع المحرم، موضوع سكنها في مساكن الطالبات، وموضوع حجابها، وأيضا قال أن المنهج الدراسي لم يكن إسلامي. فأنا أسأل السؤال، أي يعني كان مفروض أن يقول ما هو المنهج الذي هو غير إسلامي؟ وإذا كان المنهج هذا غير إسلامي، فالمنهج غير إسلامي للبنين والبنات، فما معنى أنك تمنع البنت وتترك الولد؟